بودرة جبارة اللي بتنسف السواد في لحظات، البودرة الجبارة اللي هتخليكي فلة شمعة منورة. بتحداكي قبل العيد هتستخدميها وهتلاقي وشك بقى أبيض زي القشطة، وهتشلك سواد السنين، هتديكي تفتيح دائم مدى الحياة، هتعالج لك التجاعيد وهتعالج لك الخطوط، وهتخلي وشك يرجع يبرق بيلمع. وصفة لو فوتيها هتندمي ندم السنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده اخواتي وحبايبي الغاليين جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا على مسؤوليه الشخصيه. مكون هتشتريه من عند العطار هينسف لك السواد لو انت مستعجله وعايزه حاجه سريعه، كمان لو انت عايزه حاجه تديكي تفتيح دائم. وارمي بقى الميك اب في الزباله، وده على المكياج وده على الفاونديشن، خلي بشرتك كده بيضه رباني علشان ما تبص من كتر الميك اب. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايبي هحتاجها في الوصفه بتاعتي، وده متوفر عندنا كلنا. بصوا بقى، انا هحتاج المكون ده وهو الزبادي. الزبادي لما بيتركن في التلاجة بيعمل الميه دي. الميه دي فيها كميه فيتامينات وكميه بياض للبشره فظيع، بيبيض بدرجه عاليه قوي. انا هاخد الميه اللي بتطلع من الزبادي لما بيتركن في التلاجة او بيكون عندك في التلاجة. شايفين المية دي لوحدها بتفتح بدرجة فظيعة، لانها فيها المادة الفعالة للتبييض، بتفتح بدرجة فظيعة جدا. هتبدأ ان انت تصفي الزبادي بتاعك وتاخدي المية بتاعته، وعليهم معلقة برضو من الزبادي، يعني معلقة واحدة من الزبادي على مية الزبادي اللي بتكون في وش الزبادي، تمام. وهنبدأ ان احنا طبعا في بودرة هقولك تجيبيها من عند العطار سعرها رخيص، هي فظيعة في التفتيح، بس هنعمل الخطوة الاولانية. هنبدأ ندوب معلقة الزبادي على مية المية اللي بتطلع من الزبادي او الياغورت، وهنبدأ ان احنا ندوبهم او نقلبهم كويس قوي. هيتخلي وشك شمعة منورة، ودي على مسؤوليتي الشخصية. اهم حاجة ان انت ما تحسيش ان الزبادي فيه تكتلات تماما، يبدأ ان هو يتقلب او يدوب معاكي كويس. بعد ما قلبناهم كويس قوي وحسينا ان الزبادي طبعا هتلاقيه سايل علشان احنا حاطين المية بتاعته، بعد كده حبيبة قلبي هنبدأ ان احنا نجيب ليمون، والليمون من الحاجات اللي بتفتح بدرجة فظيعة. هنبدأ ناخد نص ليمونة واحدة بس، هي نص ليمونة، محتاجين نص ليمونة. وهنبدأ ان احنا نعصر عصير نص ليمونة على الزبادي بالمية بتاعته، وهنبدأ برضو نقلب كويس لحد ما نحس ان المكونات بتاعتي تجانست تماما، وتقلبوا مع بعض كويس قوي. اهم حاجة التقليب. بعد ما قلبناهم كويس قوي هتبدأي بقى حبيبة قلبي تجيبي البودرة دي من عند اي عطار. البودرة دي سعرها رخيص، بس بتكون عند عطارين، يعني مش كل العطارين بتكون موجودة عندهم البودرة دي، بس معظم العطارين بتكون موجودة، او كمان عند اي حد بيبيع مستحضرات تجميل. هتبدأي تروحي عند العطار وتقولي له عايزة الحنة البيضة. الحنة البيضة موجودة، حن بتبقى موجودة في باكتش كده او بتبقى سايبة، بس هاتيها من عند عطار موثوق فيه عشان ما تبقاش مخشوشة او ما تبقاش مش مظبوطة معاكي. هنبدأ طبعا الحنة البيضة من الحاجات اللي بتفتح بدرجة فظيعة. هنبدأ ناخد من الحنة البيضة معلقة اتنين، معلقتين من الحنة البيضة، وهنبدأ ان احنا نقلبها على الزبادي والليمون ومية الزبادي لحد ما نحسها ان هي اختفت تماما واتقلبت كويس. هو بمجرد ان انت هتحطيها هتلاقيها دابت على طول، ولو ما لقيتوهاش او مش عارفين تجيبوها هي موجوده، بس لو يعني اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم البديل في الكومنت. هنبدا ان احنا نقلب، بصوا، لحد ما يبقى قوامها زي ما انت شايفه كده كريمي او كريمي سايل شويه. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده هنبدأ ان احنا ناخد نص معلقة من المكون ده، وده موجود برضو عند العطارين، وهو الشابة. الشابة من الحاجات اللي بتشد التجاعيد جدا وبتبيض. هنبدأ ناخد نص معلقة واحدة بس منها، تكون مطحونة. بتجيبي الشابة من عند العطار، يا اما مطحونة يا اما انت بتطحنيها في البيت. وهنبدأ ان احنا نقلب نص معلقة الشابة بتاعتي كويس جدا على الكريم الفظيع بتاعي ده لحد ما يتقلبوا كويس ويتجانسوا تماما مع بعض. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل دوت وحسينا ان القوام معايا بقى زي ما انت شايفه كده كريمي سايل شويه،
هتبداي تاخدي معلقه كبيره متغرمه خالص زي ما انت شايفه كده من الدقيق او الطحين، او ممكن تحطي الرز المطحون الموجود عندك ده او ده، بتستخدمي يا اما رز مطحون يا اما دقيق عادي اللي هو دقيق الابيض العادي. هنبدا ان احنا ناخد معلقه كبيره وهنبدا ان احنا نقلبها كويس قوي على الكريم بتاعي لحد ما يديني القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. قلبناهم كويس قوي بالشكل ده وحسينا ان القوام معايا. بصوا طبعا الكريم ده كميته كبيره هتكفيكي فتره، وهقول لك ازاي تحتفظي بالكريم بتاعك عشان تستخدميه وما ترميش باقي الكريم في الزباله ولا حاجه، لا انت تقدري ان انت تستخدميه لحد ما يخلص معاكي. بعد ما قلبناهم بالشكل ده وحسينا ان القوام معايا بقى كريمي خالص، هنبدا بقى نعمل خطوه اخيره، والخطوه الاخيره ديت هتديكي نعومه وترطيب، وكمان هتشد معاكي لو عندك تجاعيد او عندك خطوط او عندك اللي هي بتبقى الكسرات اللي بتكون تحت العين او الخطوط اللي بتكون تحت العين اللي بتضايقنا دي. هتجيبي المكون ده من عند العطار، سعره رخيص جدا برضو، ده هيغنيكي عن اي يعني عمليات شد بوتكس فيلر الكلام ده كله، ده فظيع. بتجيبيه من عند العطار بيشد عندك تجاعيد تحت عينيكي، انتفاخات العيون، ترهل الجفون، تجاعيد الجبهه، تجاعيد حوالين الفم. كمان احلى حاجه فيه ان هو لما هيتحط مع الكريم ده هيبدا يخفي لك التجاعيد، بدل ما تعملي وصفه للتجاعيد وصفه للتفتيح انت كده بتضربي عصفورين بحجر واحد. هتبداي تجيبي زيت الكندر او زيت لبان الذكر او زيت العلكه المره، هو ليه كده ثلاث اسماء. هنبدا ان احنا ناخد من زيت لبان الذكر معلقه صغيره، وهنبدا ان احنا نخلطها مع الكريم. طب يا مايا ينفع استغنى عن زيت لبان الذكر؟ استغني عنه لو انت ما عندكيش تجاعيد او مش عايزه تشيلي التجاعيد، يعني ممكن تستغني عنه، احنا حاطينه بس عشان التجاعيد مش عشان التبييض، هو بيشد التجاعيد بدرجه عاليه جدا. بدانا نقلب الكريم، والكريم بتاعي بقى جاهز اهو. هقول لك بقى حبيبه قلبي تستخدميه ازاي ونركز مع بعض. اول حاجه الكريم ده بتقدري تحتفظي بيه في علبه زجاجيه، يعني يفضل ما تكونش بلاستيك وما تكونش فيها اي ميه وتكون نظيفه جدا. بنبدا نضيف فيها الكريم ونقفلها كويس ونسيبها عندنا في الثلاجه. الكريم ده بيقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين على حسب طريقتك في حفظه، دي حاجه. تاني حاجه بتبداي ان انت تستخدمي الكريم ده على بشره نظيفه جدا ما يكونش فيها لا شوائب ولا اوساخ ولا اي حاجه. بنبدا ان احنا نحط الكريم ده ليلا عشان فيه ليمون، فاحنا مش عايزين الليمون بيتفاعل مع الشمس، يعني لو انت هتحطيه وهتخرجي يبقى قبل ما تخرجي بساعتين. هنبدا ان احنا ندهن الكريم ده على وجهك بقى كله، بيتحط تحت العينين بامان تام، كمان بيتحط لاي منطقه عايزه تفتحيها او تشدي منها التجاعيد. وبتبداي تعملي تدليك كويس جدا بالشكل ده بحركات دائريه. هو الكريم ده بيمتص البشره بسرعه وبيدخل جوه مسام البشره بسرعه. هنبدا ان احنا ندهنه كويس قوي، وبعدين هنسيبه على البشره من 20 ل 25 دقيقه، وبعدين بنغسله كويس جدا. المكون ده هتستخدميه لمده 3 ايام كل يوم هتعمليه، بعد كده مش هتضطري تعمليه تاني لانه في خلال الثلاث ايام دول فتح لك تفتيح دائم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.